وكان صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنها، يستحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، يعني يستحب الدعوات الجامعة التي تغني عن دعوات كثيرة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. وكان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عني، مثل سؤال في الجنة وتعوذ من النار، اللهم إن سوى الجنة وما قرب إليها من قوله وعمل، وعليك من النار وما قرب إليها من قوله وعمل. ولما قال الرجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنك ولا دندن معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فرسول صلى الله عليه وسلم يهتني جوامع الدعاء تجمع الخير كله، فالمؤمن يتحرى ذلك، يتحرى جوامع الدعاء فيدعو بها، اللهم إني أسألك حول الجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أنجني من النار.